السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم حندور الأنديل 12 من أناديل شهر الهدايا الإلهية. تقول السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وأني قد افترشت الفراش وأردت أن أنام، فقال: يا فاطمة لا تنامي حتى تعملي أربعة، ختمت القرآن وجعلت الأنبياء شفعائك وأرضيت المؤمنين عن نفسك وحججت واعتمرت. نعم يا أصدقائي، هيدي الأعمال طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ونحن كمان لازم نتعلمها ونواظب عليها كل ليلة قبل ما ننام. بس السؤال، كيف نحن فينا نعمل هيدي الأعمال الكبيرة وكتير طويلة بكل ليلة؟ وكيف نحن فينا نختم القرآن بكل ليلة؟ هو كبير بيستغرق وقت منا كتير. وكيف نحن منا نخلي الأنبياء يشفعوا لنا ونحن ما شفناهم؟ وكيف منا نخلي كل المؤمنين يرضوا عنا ونحن ما بنعرفهم كلهم؟ وكيف منا نعتمر ونحج ونحن قاعدين على التخت بالبيت؟ اسمعوا شو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لما خلص صلاته. سألته نفس أسئلتنا، قالها: إذا قرأت سورة قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما ختمت القرآن، وإذا صليت علي وعلى الأنبياء قبلي كنا شفعاءك يوم القيامة، وإذا استغفرت للمؤمنين رضوا كلهم عنك، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد حججت واعتمرت. نعم يا أعزائي، هيدي هدية من هدايا الله سبحانه وتعالى لكل ليلة من ليالينا. خلونا نعود حالنا وندرب حالنا كمان عليها لنكسب أجر كبير وحسنات كتير كتيرة. وما ننسى نزرع شجرة بالجنة قبل ما ننام، يعني بالليل، وخاصة إنه الأعمال الأربعة ما بدها أكتر من 5 دقايق. لهون يا أحبتي منكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طروني بحلقة جديدة وأنديل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.